تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي في العراق ودخلت على خط الاحتجاجات مواقف داخلية وإقليمية جديدة قد تصعد من حدة الأزمة الراهنة لتعيد السجالات إلى المربع الأول. بينما تستعد الكتل السياسية العراقية في جلسة برلمانية استثنائية غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين في عدد من المحافظات، وفي مفاجأة يبدو أنها ستقلب عديد الأوراق سياسيا وميدانيا، دخل عزة إبراهيم الدوري نائب صدام حسين على خط الاحتجاجات وقال إنه يدعم المحتجين، متهما رئيس الحكومة العراقية نور المالكي بتنفيذ مخطط لتقسيم العراق وإلحاقه بإيران، وهدد بالقصاص من كل من يقف مع هذا المشروع في العراق ويسنده. إنه مخطط واضح لتدمير العراق والحاقه بإيران، واعلموا أن حزب الدعوة وأطراف التحالف الصفوي وعلى رأسهم المالكي فهم جميعا ليسوا عملاء لأحد، وإنما هم جزء لا يتجزأ من المشروع الصفوي الفارسي في العراق. نحذر أولاً الخونة والعملاء والجواسيس، سواء داخل العملية السياسية ومن رموزها العفنة أو خارج العملية السياسية، الذين يساندون المشروع الخطير في القول أو الفعل أو العمل. وأعلن الدوري القيادي بحزب البعث المنحل أنه في محافظة بابل، ويشار إلى أنه كان مطلوباً من قبل الاحتلال الأمريكي وكان الرجل الأقوى في نظام صدام وتوارى عن الأنظار بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وفي موقف سعودي لافت، اعتبر سعود الفيصل وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو أن ما يجري في العراق مؤلم، وأن بلاده مقتنعة أن الاستقرار في العراق لن يستتب قبل التخلي عن التعامل المذهبي والطائفي. قناعتنا هي أن العراق لن يستتب أمره حتى يتعامل العراق خارج المذهبية والتطرف المذهبي الذي للأسف دب بين العراقيين، حتى أن تعالج هذه القضية لا نعتقد سيكون هناك استقرار في العراق، وهذا يؤلمنا. في غضون ذلك تظاهر أمس الآلاف وحدد معتصمون بالأنبار جملة من المطالب تشمل إطلاق السجناء وإلغاء العمل بقانون الإرهاب، كما انضمت العاصمة بغداد إلى الحراك، وشهدت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء الدين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، وكان ائتلاف دولة القانون قد دعا إلى الحوار مشددا على خياري تفعيل الحوار والشراكة السياسية أو إجراء انتخابات مبكرة. في الأثناء طالب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي المالكي بتقديم استقالته لتفادي تدهور الوضع، ودعا بدوره إلى جراء انتخابات عامة مبكرة.